عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في قناتي، قناه حنا لايف. اليوم ان شاء الله غادي نقوم بتحضير وصفه للاساس ديالها هو المانغ او المانغو والبرتقال. الوصفه غادي تكون عباره عن عصير صحي وقت ربح للوقت. انا غادي نقطع هاد العناصر كاملها اوف كاميرا ونعاود نرجع لكم من بعد باش نكملوا التتمه ديال الوصفه. الان بعد ما قطعنا الفواكه ديالنا اللي هما المانغ وكذلك البرتقال، فاحنا غادي ندوزو باش نهو نطحنوهم. غادي ناخدو الكاس ديال العصير وغادي نحطو فيه اول حاجه البرتقال او التشين. طبعا غادي نحيدو ليه العظم ديالو وكذلك ديك القشره البيضه باش انه ما يجيش لينا العصير مر. ودابا غادي نديرو القطع ديال المانغ او المانغو. الكميه طبعا ديال الفواكه راه كتبقى على حسب الاختيار ديالكم وكذلك على حسب عدد افراد الاسره. دابا غادي نديرو معلقه من بذور او لا حبوب الشيا الا كان عندكم، الا ما كانش ماشي مشكل، كتبقى فقط مساله اختياريه. تقدروا ديروا كذلك الزنجلان او زريعة الكتان الا كان عندكم. انا دائما الا شفتوا الفيديوهات السابقه ولا العصائر السابقه اللي كنت دايره في القناه راه غتكتشفوا غتكونوا عارفين بانه دائما كنضيف هاد البذور او هاد الحبوب في العصائر. وغادي ندير معلقه ديال العسل ديال الليمون، ما غاديش ندير فيه السكر، وغادي ندير فقط معلقه كما قلت هكا ديال العسل، كافي جدا. غادي نطحن هاد العناصر كاملها اوف كاميرا وغادي نعاودو نرجعو لكم من بعد باش نشوفو الشكل ديال العصير وكذلك طريقه التقديم. العصير ديالنا بعد ما وجد فكيجي على هذا الشكل، كيكون شيئا ما ثقيل، وهذوك بذور الشيا مازال كيكونوا باينين، ماشي مشكل. دونك غادي نجيبو هكا كاس باش تشوفوا القوام ديال العصير كيفاش داير. عصير ثقيل، بغيتو تزيدوا البرتقال مازال زيدوه، انا كنبغي العصير يكون هكا شيئا ما ثقيل، فالمساله كتبقى اختياريه. اخر حاجه غادي نديروها كوم غابيل، غادي نزينو بقطعه هكا ديال البرتقال وقطعه كذلك من المانغ او لا المانغو. كنتمنى انه الاقتراح ديال اليوم العصير المانغ او المانغو مع البرتقال يكون نال اعجابكم. كما شفتوا الطريقه ديال التحضير صحيه، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الروابط العصائر الاخرى اللي فيت اللي درت في قناتي. وما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في رزقكم الى فرصه قادمه ان شاء الله.